جزاكم الله خيرا. يقول في بعض المساجد يوجد دور علوي ودور أرضي، والإمام يصلي في الدور العلوي مع الجماعة، وهناك أناس يصلون في الدور الأرضي مؤتمين بذلكم الإمام، هل هذا جائز؟ لا مانع من ذلك ما داموا في المسجد ويسمعون صوت الإمام، فلا مانع من ذلك ولو كانوا لا يرون الإمام وهم في الدور الأسفل. نعم.